تعتبر مكاتب مؤسسة البترول الكويتية الخارجية بمثابة الجناح الذي تحلق به إلى العالم، وتنتشر تلك المكاتب في معظم القارات لتمثل المؤسسة من خلال طاقات البشرية ومثلها موظفيها، فكل موظف سفير. شرقاً بعد طوكيو وبكين وسنغافورة ومومباي وكراتشي، قررت مؤسسة البترول الكويتية إضافة حلقة جديدة إلى سلسلة مكاتبها الإقليمية بتدشين مكتب سيول. ففي 18 نوفمبر 2011 تم تسجيل المكتب الواقع في قلب العاصمة الكورية في سجلات الحكومة الرسمية تحت اسم مؤسسة البترول الكويتية للشرق الأقصى مكتب كوريا. في مطلع مارس من العام 2012 تم تعيين موظفين محليين للعمل الإداري. في مطلع العام 2014 تم تسمية السيد بدر الفضالة كأول مدير للمكتب بالأصالة بعد خبرة في العمل في المؤسسة لأكثر من 20 عاماً في قطاع التسويق العالمي. أعمل بالمؤسسة منذ 20 عام تقريباً. مارست العمل بالمؤسسة في قسم التزويد التجاري Supply Trading، ثم انتقلت إلى دائرة البحرية في قسم عمليات البحرية Marine Operation، وبعدها غرامات تأخير السفن الدمرج، ثم في قسم عمليات تزويد Supply Operation. في ذاك القسم عمليات تزويد Supply Operation كانت بدايتي في قسم النفط الخام، ثم في قسم النافذة والغاز قبل أن أكلف بإدارة مكتب المؤسسة في كوريا الجنوبية. الهدف من وجود المكتب في كوريا الجنوبية هو عملية الربط بين المكتب الرئيسي لمؤسسة البترول الكويتية والعملاء الكوريين من شركات بترولية تختص بالنفط أو الغاز أو المشتقات البترولية، بالإضافة إلى المحافظة على عقود المؤسسة الحالية والعمل على تطويرها وتنميتها، وإضافة إلى أن نشير إلى أي فرصة استثمارية أو تجارية في مجال النفط أو الغاز أو المشتقات البترولية. أضف إلى ذلك نقل الأخبار والأحداث الخاصة بكوريا للمقر الرئيسي في الكويت، وعمل التقارير الدورية بخصوص السوق الكورية. جدير بالذكر أن السوق الكورية سوق محفز، وتمتاز الشركات الكورية بالحرص على الشراكة طويلة الأمد وبناء علاقات متينة وجيدة ومفيدة للطرفين. باشر السيد محمد لسبي عمله كأول موظف كويتي من مؤسسة البترول في كوريا مسؤولاً أولاً عن مكتب سيول. التحقت بالعمل في مؤسسة البترول الكويتية في قطاع التسويق بدائرة مبيعات النفط الخام في أواخر العام 2002. في أواخر العام 2011 قررت إدارة مؤسسة البترول ممثلة بقطاع التسويق بإنشاء مكتب كوريا الجنوبية، إيمانا منها بأهمية سوق النفط والغاز في هذه الدولة. في صيف 2012 كلفت بالعمل في مكتب مؤسسة البترول في كوريا الجنوبية كأول موظف كويتي من قطاع التسويق في هذا المكتب. هناك العديد من المسؤوليات، نذكر منها على سبيل المثال المحافظة على العقود الحالية ومحاولة زيادتها، البحث والعمل على إنشاء فرص جديدة لمؤسسة البترول في السوق الكورية، تحليل ونقل الأخبار النفطية والاقتصادية إلى مؤسسة البترول من خلال تقارير يومية وأسبوعية. نحرص في المكتب على حضور المنتديات والمؤتمرات المقامة في كوريا الجنوبية والمهتمة بالنفط والغاز. موقع المكتب هو في وسط العاصمة سيول، ويمتاز أنه قريب جدا من المكاتب الرئيسية لشركات النفط والغاز الكورية. وعلى الرغم من وجود مكاتب أخرى للمؤسسة في آسيا، ارتأى قطاع التسويق افتتاح مكتب كوريا نظرا لأهمية سوق النفط والغاز الكوري وشدة المنافسة فيها. ويوكل المكتب عدة مهام، منها متابعة العقود المبرمة للنفط والغاز ومشتقاتها، وتوطيد العلاقات بين المؤسسة والعملاء الكوريين، علاوة على تسهيل العمل بين المقر الرئيسي والشركات الكورية العاملة في مجالي النفط والغاز. ويتميز المكتب بعلاقات وطيدة مع البعثات الدبلوماسية الخليجية المعتمدة في سيول، وعلى رأسها السفارة الكويتية هناك.